طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، متابعي قناة عمان الثقافية بكل الخير، أهلا بكم معنا إلى نشرة أخبار الثقافة وإلى أبرز العناوين. تطوير الحارات القديمة وتحويلها إلى نزل تراثية في ولاية نزوى. مسابقة زمن الطيبين في ولاية صحار. انطلاق معرض الشركات الطلابية بمحافظة شمال الشرقية. أهلا بكم. تطوير الحارات القديمة وتحويلها إلى منتج سياحي على في شكل نزل تراثية أحد أهم المشاريع التي تبنتها شركة أهلية في ولاية نزوى. الشركة نجحت في تطوير 4 منازل طينية بعدد 20 غرفة كمرحلة أولى في حارة العقر، وأصبحت جاهزة لاستقبال السائحين. قريبا من قلعة نزوى التاريخية ومن سوق الولاية التقليدي، يمكن لزوار هذه المعالم التاريخية اليوم الإقامة في نزل تراثية بعد أن نجح أهالي الولاية في تطوير واستثمار المنازل المبنية بالطين في حارة العقر. سعت الشركة من خلال ذلك إلى إقامة هذه النزل بإعادة ترميم هذه المنازل. طبعا أهمية هذه المنازل أنها منازل قديمة أثرية وتتميز بطابع قديم تاريخي قلما يوجد في بعض مناطق السلطنة. الإقامة في النزل التراثية يمثل تجربة جديدة للزوار من داخل وخارج السلطنة، الأمر الذي يسهم في التعريف بجزء من ثقافة الإنسان العماني قديما وقدرته على استغلال ما وفرته البيئة العمانية من خامات طبيعية شيد بها بيوتا وفق هندسة معمارية لا زالت تحكي عمق الحضارة العمانية. الفئة المستهدفة للمكان احنا ما نريد فقط للزوار او للسياح، احنا نريد للعماني للعربي للخليجي وللسائح، والنزل يعني نفسه ما هو فقط للتسكين او للاشياء تجارية فقط، احنا مخلين النزل شيء يعني تعليمي قبل ما يكون تجاري. مشروع النزل التراثية يشكل في بعده الاخر استغلالا امثل للمباني الطينية التي اضحت من الاطلال لتعود إليها الحياة من جديد وتشكل قيمة اقتصادية ووجهة سياحية تمتاز بالأصالة. نجاح تجربة النزل التراثية في حارة العقر بولاية نزوى يعطي حافزا لاستغلال الحارات القديمة المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة للاهتمام بها واستغلالها في إقامة مشاريع سياحية ذات عائد اقتصادي مجزي. سعيد بن ذيب الهنائي من النزل التراثية بحارة العقر في ولاية نزوى محافظة الداخلية. دمج فئة كبار السن في المجتمع ومشاركتهم في الفعاليات والمناسبات من أبرز ما تقدم مسابقة زمن الطيبين في موسمها الثاني بولاية صحار في محافظة شمال الباطنة. المسابقة تسعى إلى تنمية قدرات كبار السن الذهنية وربطهم بالماضي والحاضر من خلال ما يتم تقديمه في المسابقة كالأمثال القديمة وغيرها. وسط مشاركة كبيرة من طلبة وطالبات مدارس شمال الشرقية، انطلق معرض بنات عمان والذي نظمته المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة. المعرض يهدف إلى التعريف بالشركات الطلابية الناشئة والخدمات التي تقدمها في ظل توجه السلطنة إلى ريادة الأعمال. 27 شركة طلابية من 16 مدرسة من مدارس ولايات محافظة شمال الشرقية يستعرضون منتجاتهم في هذا المعرض الذي حمل عنوان بنات عمان. أهمية كبيرة في دعم الشركات الطلابية وذلك من خلال اكتشاف القدرات ومواهب الطلبة ورعايتها، بعد ذلك للمعارض الشركات الطلابية التي تقام على مستوى المحافظة أو كان على مستوى السلطنة. فلهذه الشركات الطلابية تظهر هنا المواهب وقدرات هؤلاء الطلبة. شركتي جرافيك ديزاين تختص بالتصميم والطباعة. رسالتي تقديم خدمات لكافة شرائح المجتمع وأيضا رضا العملاء.
كما أن رؤيتي أن تصبح شركة جرافيك ديزاين شاملة ومتميزة بجميع متطلبات المجتمع، وأيضا أن تصل إلى مستوى الوطن العربي. المعرض الذي يستهدف طلاب وطالبات الشركات الطلابية والمهتمين بريادة الأعمال من المجتمع المحلي جاء ليعزز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى طلبة المدارس. شركة سوبر كار تقوم ببناء تراكيب سيارات الريموت كنترول بحيث أنها تقوم بحمل الركاب، وكذلك تقوم بحمل البضائع وتستخدم أيضا للإنقاذ. تطمح الشركة أن يكون لها معرض خاص وكذلك مصنع خاص بهذه السيارات، واليوم في هذا المعرض أتاح لهذه الشركة الفرصة في عرض منتجاتها للمستهلك، وكذلك لبرنامج غايته أهمية لهذه الشركة، فقام بتطوير هذه الشركة وكذلك تطوير الخطة التسويقية لها، واستفدت منه في الكيفية لعرض هذا المنتج للمستهلك بأفضل طريقة ممكنة. معرض الشركات الطلابية يفتح نافذة تسويقية للشركات الطلابية واقتناء منتجاتها والاطلاع على المشاريع والأفكار والابتكار وتبني الإبداعات الطلابية وتشجيع المبادرات لديهم، إضافة لتشجيع الطلبة على حب العمل والانخراط في القطاع الخاص وتبني إنشاء شركات خاصة. أحمد بن محمد المعمري من مركز الاستكشاف العلمي بولاية إبرا محافظة شمال الشرقية. أخبار الثقافة مستمرة معكم من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. مغامر أسترالي ينجح في تسلق أعلى 7 قمم جبال حول العالم في زمن قياسي. أهلا بكم من جديد. فاز الفيلم الدرامي الياباني شوبليفترز للمخرج هيروكازو كيري إيدا بجائزة السعف الذهبية لأفضل فيلم في مهرجان كان السينمائي، وأثار الفيلم إعجاب الجمهور لتصويره الدقيق للحياة الأسرية وحبكته الدرامية. فاز الفيلم الدرامي الياباني شوبليفترز للمخرج هيروكازو كوري إيدا بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم في مهرجان كان السينمائي يوم السبت، وأثار الفيلم إعجاب الجمهور لتصويره الدقيق للحياة الأسرية والتطورات المفاجئة في حبكته الدرامية. وفوز هذا المخرج الذي حصل على جوائز في المهرجان من قبل خالف توقعات فوز امرأة بالسعفة الذهبية. وفاز بلاك لانزمان للمخرج سبايك لي بالجائزة الكبرى، وهي الجائزة التي تلي السعفة الذهبية في كان، ويتناول الفيلم القصة الحقيقية لرجل شرطة أسود استطاع اختراق جماعة كوكلوكس كلان العنصرية في سبعينات القرن الماضي. وفاز كفرنا حوم، هو فيلم دراما واقعي عن الإهمال الذي يتعرض له الأطفال في أحياء لبنان الفقيرة، للمخرجة نادين لبكي بجائزة لجنة التحكيم، والتي تمثل بشكل فعلي الميدالية البرونزية. حتى لو يمكن فيلم مش ممكن يغير الأشياء، بس إذا قدر فيلم يطرح النقاش ممكن تكون هذه الطريق صوب نوع من التغيير. وبعد مرور 50 عاما على مساعدتي في إلغاء مهرجان كان في 1968 تضامنا مع احتجاجات الطلاب العاملين، حصلت جون لوك غوداغ على السعفة الذهبية الخاصة عن فيلم The Image Book. وفاز المخرج البولندي باول باوليكوويسكي بجائزة أفضل مخرج عن كولد وار، وفاز فيلم جيرل البلجيكي بجائزة أفضل إخراج لأول مرة للمخرج لوكاس دونت. وفاز المخرج الإيراني جعفر بناهي الممنوع من مغادرة إيران ويحظر عليه نظريا المشاركة في صناعة السينما، فاز بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم 3 وجوه بالمشاركة مع نادر سايفار. ومنحت الجائزة بالمشاركة مع فيلم هابي أز لازارو لكاتبته ومخرجته الإيطالية أليس روهرواتشر.
انطلق الأمير البريطاني هاري وعروسه الأمريكية ميغان ماركل في موكب بمدينة وينسور بعد زواجهما في مراسم حضرتهم الملكة إليزابيث وآخرون من العائلة الملكية والمشاهير، فضلا عن ملايين المتابعين في العالم. انطلق الأمير البريطاني هاري وعروسه الأمريكية ميغان ماركل في موكب بمدينة وينسور بعد زواجهما يوم السبت في مراسم كنسية مبهرة حضرتها الملكة إليزابيث وآخرون من العائلة المالكة والمشاهير وتابعها الملايين في العالم عبر شاشات التلفزيون. توجه هاري وميغان إلى عربة تجرها الخيول تعود للقرن 19 وجابا شوارع وينسور التي تقع على بعد 20 كيلومترا غربي لندن، حيث هلل عشرات الآلاف من المهنئين الذين اصطفوا لرؤية العروسين. ويضفي الزواج بريق هوليوود العصري على الملكية، وانعكس ذلك في مراسم جمعت بين الحداثة والتقاليد الراسخة لعائلة مالكة يعود تاريخها إلى عام 1066. ودخلت ميغان نجمة مسلسل سوتس الكنيسة بمفردها في فستان زفاف أبيض وتاج من الألماس على رأسها، في حين رافق ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز رافق عروس ابنه إلى المذبح لتعذر حضور والدها لاعتلال صحته. وكان من بين الحضور في الكنيسة الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري والمغني البريطاني إلتون جون ولاعب كرة القدم السابق الشهير ديفيد بيكهام وزوجته مصممة الأزياء فيكتوريا والنجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية الحقوقية أمل عالم الدين. والتقى العروسان للمرة الأولى في موعد رتبه صديق مشترك عام 2016، وتطورت علاقتهما العاطفية عندما التقيا في خيمة بدولة بوتسوانا، وعقد قرانهما اليوم في قلعة عاش فيها 39 ملكا بريطانيا منذ عام 1066. الأسترالي ستيف لين أصبح أسرع من تسلق أعلى قمم جبال في سبع قارات بعد أن قضى 117 يوما في مغامرة تعرف باسم القمم السبع. قالت شركة للتنزه إن الأسترالي ستيف بلين أصبح أسرع من تسلق أعلى قمم جبال في سبع قارات بعد أن قضى 117 يوما في مغامرة تعرف باسم القمم السبع وأنجزها بتسلق جبل إيفرست. بلين ذو 36 عاما اعتلى قمة إيفرست التي يبلغ ارتفاعها 8850 مترا بعد أن قضى أكثر من سبع ساعات في التسلق من المخيم النهائي الذي يعرف باسم ساوث كول ويقع على ارتفاع 8000 متر. وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم متسلق بولندي اعتلى القمم السبع في 126 يوما. أما القمم الست الأخرى فهي دينالي في أمريكا الشمالية وإلبروس في أوروبا وفينسون في القارة القطبية الجنوبية وأكونكاغوا في أمريكا الجنوبية وكيليمنجارو في أفريقيا وهرم كارستنز في بابوا غينيا الجديدة. ختاما لنشرتنا الثقافية نعود هنا للتذكير بأبرز العناوين. تطوير الحارات القديمة وتحويلها إلى نزل تراثية في ولاية نزوار. مسابقة زمن الطيبين في ولاية صحار. انطلاق معرض الشركات الطلابية بمحافظة شمال الشرقية. نلتقيكم بإذن الله تعالى في جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.